الحمد لله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكالمدني لحاد أنا حلقتي سدحاد أحكام الحيادة وأنا كسو قادنا أن دور مسألة وكلاه مسألة كوباد نافك الحيادة قال إياي يلا يقيل أم أريه إن السقف وكقديه سواش هذا سوي دينه جواب تيده وحنرون أن نافك أريه قفك يرير كيسو كقده من كذا جورا عيا يرير كيسي عرورتيس أما هاي رادان أما هب النادان أما ميل هوا ذا تشوغان أما هكرا مخنادان ناف أريا كقدية أضحية ذي أقالية سنظينا أدبولية لذلك النبي نعصر ناف أريا أنتو قورعي ويجري له عن محمد وآل محمد إلى محمد يددكيس صحابنا وحي راهدين أبو أيوب يرقل لماذا وقال النبي عليه السلام هل نيف منك قويس كيسي قويس كيسي سبا كقوري عيشري هذا لكن سيال الله بكربات سنة يا الله وفا انتما يا بعد عرقتين نيف كقيلي يا الله ده تدوقف بو كقو ده وبناوي هل قفا قوري عكرا لابا صدح ووذاي كران وحاو بذاني وذاقي كراي وتدوقف وتدوان نيف وآري وقلق مع نيف كالله ده نيفك قيل أنا تدبان نيف وآري أولئك بمعنى تدبان إن إيه قيسس كوذيبو كقودة نيفك اللوضة سيدوك على نيفك قيلة وماشا كريا اللي يراهدو شرعه حوسمي قيلة إيا اللوضة سوف بخدقة حديث وحاجر تغران إيسا قيلو تبانبو كقودة إياه لكن انتا حسوس تعي ما أنسحن تاسوا بسرعة كوبات إحكامتي أضحيادة كاميدة مسألة اللبات هلبك يهرق أضحياده لما يبين كره سيادة بهلبك يهرق هذا وحال الله وطلع قالي إنا الصدقاء النقدان حديثك عليما بطالبنا رضي الله عنه وارضاه مركي النبي قال إن حوله إنه قورع كذتكي حول النبي وحوله أمري إنا الهرق هذا يسينن قفك قورعي وإنه تشور الله قدقين haddaan jiro looga dhigin oo qofkii shaqeynayay ama isagu fi sabiil ilaahay ku gowracayay ama wixii si gaar loo siiyo dadka muslimiintu wala simay hilib iyo harag wixii la qaadanayo laakiin hilibka iyo haragu waa diiday nabii kaleysa salaam in la bixiyo ama ijaar looga dhigo qof shaqo qabtay hadith abi hurayra waxa jira oranaya qofkii jildiga iyo haraga udhiyada gaaday fala udhiyada la haakim iyo rag lamayn ay saxiixinayaan sadartaad ma banaana هيبك ودحيادة إن لقادو لقادقان عصادو لقاد بيع مشتر مرقا قارك هذا وحان مقلي جري إنك صرعانو كوري استاقين طبعا هيبك هاديقي مكا حل لقا لقو قورو وحاجك داتكو آدو قايب بالا سوردو فيه قبا لقو سو آدية ساي مسلمين تاو قارسيان كوي الله كان يو قاضايا او إيبين ايا اللي عبو مالها مصاحفتي وقف لله يكو قرهيد وانتا لقادو وقف لقا أرسادو وسوق اللي يبيع سوما يعرق مركا وحاصل أني وخلط هيرب كلامك قد يكره هرق أنا لما قد يكره بسرعة صدحات جورع عن نافك وهو نفسن قفك والحياة دي سا يسوق جعنتي سا إنه كو جورعه وأنا بنان طاي قف إنه أدره أوكيشه هذيك أناس حولي النبي صلى الله عليه وسلم لما نف قورعي بيدي كأنتي سكو قورعي النبي عليه السلام منا اللهم عن محمد وآل محمد بويري منا وحولي عن أمة محمد عمل لم يضحي من أمة محمد وذلك محمد إدان وفي قورعين وأنا كنك قورعي مكا لما نف النبي كأنتي سكو قورعي معنك حاجة الوداعنا وكي علي بن أبي طالب نبغو بقول نيفو قيلو هديقة قي صدح إيا اللحذان قعنتي سوكو قورعي انت باقي أنا علي بو أوكي شوكا قتري
halka nabigu wuxuu jamciyo isu keenay labo inuu isagu qayb gowracay intay badnayd iyo cali inuu u wakiishay oo qofna la wakiilan karo. Marka sida wanaagsan waa adigu inaad gowracdo qofna waad u wakiilan kartaayo way ansixi hadduu kuu gowracood u dirsato, gaar ahaan meelaha in guryaha la keensado ama adigu inaad tagtood gowracdaba aan loo ogolayn baa jira. Taasina waa masalada saddexaad ee kelmadeenan lixaad ee axkaamta udxiyada ah. Masalada afraad, gowracu aadaab buu leeyahay. Gowracu aadaab buu leeyahay. Aadaabtiisa waxaa ka mida bisinka in loo qabto, Allahu Akbar in la yiraahdo, in la ducaysto oo Ilaahay la baryo inuu ka aqbalo, in mindida la afeeyo, in neefka loo turo oo loo raaxeeyo. Ama bisinka iyo takbiirtu waa xadiidkii Anas, nabigu markuu labada neef ee ariga udxiyada gowracay wuxuu yidhi bismillaahi wallahu akbar, sida inaad tiraahda lagaa doonaya. Midda la ducaynayana xadiid badan baa nabiga kaga timi sal alla slam inuu yiri ilaahu waa min muxammadin wa aali muxammed ka aqbal, ilaahu naga aqbal inuu yiri. Ilaah aqbalka inaad weydiisatana iyadana nabiga ay ka sugan tahay sal allahu alayh waali wasalam, in neefka mindidana la afeeyo neefkana loo raaxeeyana mindida la afeeyo waa xadiidkii Caaisha ee nabigu lahaa halun bilmudya fi saxiixi Muslim, mindida ii keen soona soofee oo soo afee buu yiri. Neefka hortiisa laguma afeeyo sida xadiidka la sheegan. In neefka loo raaxeeyana waa xadiidkii kale nabigu yiri inallaha kataba lixsaana calaa kulli shayin faidaa qataltum faaxsinu lqidx qitla waidaa dabaxtum faaxsinu dibxa walyuxidda axadukum shafrata walyurix dabiixata, mindidana ha la afeeyo neefkana ha loo raaxeeyo, cunto ha la siiyo, cabitaan ha la siiyo. Sunan kale waxaa ka mid ah kama fi aathaar ibni cumar iyo kayrkii in qiblada loo jeediyo neefka marka la gowracayo. Musanaf Cabdirazaq baana kaga suganta. Waxaa waxa wanaagsan sunankeeda ka mid ah in qofku intuu usii diyaar garoobo neef la dhaqaaleeyey oo loo sii raaxeeyey oo la cayiliyey si saxaabadu samayn jireen inuu gowraco, waa qayb sunankeeda ka mid ah. Intaa iyo wixii kale sunanu dhabxi ahaa waxaa laga doonayaa dadku inay ilaaliyaan axkaamta udxiyada inay ka mid tahayna ogaadaan. Masalada ugu dambeysa xalqada iyo kelmadeenan axkaamta waxaa ka mid ah qofku sida neef nool waa la siin karaa si hadiyad ah sidii ugu udxiyaysto. Nabiga inana ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam inuu saxaabadiisa u qaybiyey daxaaya xoolo ay ku udxiyaystaan buu nabigu u qaybiyey sal allahu alayh waali wasalam. Marka way bannaan tahay in xoolo intuu qof soo gado uu hadiyad iyo daaq u siiyo dad muslina si ay ugu udxiyaystaan oo udxiyo ay uga dhigtaan. Intaasna waa masaa'ilka qayb kale oo ugu dambeysa ugu ka mida kuwa ugu muhiimsan axkaamul udxiya oo ah gunaanadka xalqadeenni iyo kelmadeenni lixaad. Intaan kelmadda toddobaad oo axkaamul ciida sagaga iman doono xadiifatiga sida iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. لما أوليت